السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتنا. معكم الأستاذ إياد خميس نتيل، مدرس مادة الرياضيات. إن شاء الله حنتابع حل أنشطة الكتاب المدرسي لدرس العلاقات بين الزوايا الناتجة عن مستقيم متوازيين أقطاعهما ثالث للصف السابع الأساسي في مبحث الرياضيات الفصل الدراسي الثاني، وهنستخدم هذا الفيديو إن شاء الله كمادة استدراكية للصف الثامن. نبدأ على بركة الرحمن، نتمنى أن تشتركوا في القناة وتحطونا لايك وتعليق يا ريت. تمام، الآن نشاط 2، المستقيم لام واحد. المستقيم لام واحد يقطع المستقيمين المتوازيين لام 2 ولام 3، ونتج عن التقاطع الزوايا المرقمة من 1 إلى 8. اتأمل الشكل ثم أكمل. تمام، بيحكي لي زاوية واحد، زاوية واحد هيها بدي أعلم لك عليها. تمام، وزاوية 6، وزاوية 6 متناظرتان لأنهما تقعان في الجهة نفسها من القاطع لام واحد، وتقع إحداهما بين المستقيمين والأخرى خارجهما. تمام، هاي طلع، هاي واحدة جوا المستقيمين المتوازيين وواحدة برا، يعني عندك زاوية 6 جوا الخطين المتوازيين وزاوية 1 خارج الخطين، ويشكلان الحرف F تقريبا. تمام، ركز معايا. الآن نتكلم عن العلاقة زاوية 3، هي زاوية 3 بهذا الشكل وزاوية 8، مالهم؟ هنقول زاويتان متناظرتان، صح ولا لا؟ هنقول عنهم متناظرتان. طيب ليش؟ لأنه تقعان في نفس الاتجاه من القاطع. تمام، يعني في الجهة نفسها من القاطع، لأنهما تقعان في الجهة نفسها من القاطع. تمام، وتقع إحداهما داخل الخطين المتوازيين أو الخطين والأخرى خارج الخطين. تمام، ويشكلان معا حرف الأف، يعني بإمكانك أنت تعيد نفس السبب لرقم واحد. تمام، الآن الزاوية 4 والزاوية 5، هي الزاوية 4 وهي الزاوية 5، واضح جدا متبادلتان لأنهما تقعان في جهتين مختلفتين زي ما شرحنا سابقا من القاطع، وتقعان بين المستقيمين الآخرين، يعني التنتين بيقعوا جوا الخطين، ولكن بالنسبة للقاطع كل واحدة في جهة أخرى مختلفة، ويشكلان حرف زد باللغة الإنجليزية تقريبا. بالنسبة لثلاثة وستة، أيضا ثلاثة وستة هنقول عنهم متبادلتان، وحنكتب لنفس السبب اللي موجود في رقم 3، لأنهما تقعان في جهتين مختلفتين من القاطع، وتقعان بين المستقيمين الآخرين، ويشكلان حرف زد تقريبا. طبعا هذا الكلام أنت بتكتبه. بالنسبة للزاوية 3 و5، لاحظ الزاوية 3، هيها الزاوية 3 والزاوية 5، بحكي لي متحالفتان لأنهما زاويتان تقعان في الجهة نفسها من القاطع. مظبوط، هيها. ولاحظ أنت كلاهما بين المستقيمين، يعني الزاويتين جوا المستقيمين، ويشكلان حرف يو تقريبا. لاحظ أيضا الزاوية 4 والزاوية 6، هي الزاوية 4 والزاوية 6، نفس القصة، هما زاويتان متحالفتان، هتكتب زاويتان متحالفتان، وهتكتب نفس السبب لأنهما يقعان في جهة واحدة من القاطع والزاويتين موجودين داخل الخطين المتوازيين. تمام، أتمنى هذا النشاط يكون واضح وفيش في أي مشكلة، نشاط سهل وبسيط بإذن الله تعالى. بالنسبة لنشاط 3 بده تستخدم له المنقلة، بتحله لحالك ما فيش في أي مشكلة. انت لاحظ معايا الآن نشاط 4. نشاط 4 مديني لام واحد، المستقيم لام واحد والمستقيم لام 2 مالهم متوازيين، والمستقيم لام 3 قاطع لهما. زاوية 1 تساوي 80 درجة، إذن الزاوية 1 80 درجة، فما قياس كل من زاوية 2 و3 و4؟ ما فيش أي مشكلة. انت لاحظ زاوية 1 هتساوي زاوية 2، ليش؟ لأنهما متناظرتان. هي زاوية 1 هي بظلل لك إياها أنا بهذا الشكل، تمام، هتساوي زاوية 2 لأنهما متناظرتان. تمام، معناته زاوية 2 هتساوي 80 درجة. شفت كيف؟ الأمر بسيط.
الآن بالنسبة لزاوية 3، وين زاوية 3؟ هيها. طب زاوية 1 وزاوية 3 مش بكونه أو بشكله مع بعض زاوية مستقيمة 180 درجة؟ معناته زاوية 1 وزاوية 3 متكاملتان، صح ولا لا؟ إذا علشان أحصل على زاوية 3 هقول له 180 ناقص ال 80، تمام؟ فبطلع الجواب 100 درجة. إذا زاوية 3 بتطلع 100 درجة. بسيط بسيط بسيط، ما فيش فيه أي مشكلة. الآن بالنسبة لزاوية 3 بيحكي لي بتساوي زاوية 4. بالنسبة لزاوية 3 بتساوي زاوية 4، إذا أيضا هتكون 100 درجة لأنهم متناظرتان. لاحظ هي الخط القاطع، التنتين بنفس الجهة، ولكن زاوية 3 داخل الخطين المتوازيين وزاوية 4 خارج الخطين المتوازيين لأنهما متناظرتان، تمام؟ طيب معناته زاوية 4 هتساوي 100 درجة، معناته زاوية 4 هتساوي 100 درجة. سهل وما فيش فيه أي مشكلة إن شاء الله. نشاط 5 برضو بتستخدم المنقلة وحيكون لنفس الأسباب. الأمور بسيطة وفيش فيها أي مشاكل. لاحظ بيحكي لي إذا قطع مستقيم خطين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس. الآن بالنسبة لنشاط 6 صفحة 76 في الشكل ميم 1 وميم 2 مالهم مستقيمين متوازيين. الزاوية التي قياسها 70 درجة شايفها بالشكل متبادلة مع الزاوية س، معناته قياس الزاوية س تساوي 70 درجة، لأنه بما أنه في خطين متوازيين وفي زاويتين متبادلتين معناته هدول الزاويتين المتبادلتين حيكونوا زاويتين متساويتين. أتمنى هذا الكلام يكون واضح وما فيش فيه أي مشكلة إن شاء الله. طيب ركز معي، الآن نتكلم عن نشاط 7 صفحة 76 في الشكل المجاور ألف ب ج د، ألف ب ج د متوازي أضلاع. باستخدام المنقلة جد قياس كل من الزوايا الأربعة، بتحله لحالك لأنه حيكون سهل باستخدام المنقلة. انت لاحظ معايا نشاط 8 صفحة 76 بيحكي لي في الشكل المجاور المستقيم ميم 1 يوازي المستقيم ميم 2، يعني هدول مستقيمان متوازيان، تمام. جد قياس زاوية س، طب ما فيش أي مشكلة، احنا اتفقنا الآن لما يكون في عندي خطين متوازيين وقاطع لهما وفي زاويتين في نفس الاتجاه لهذا القاطع اتفقنا بكونوا متحالفتين ومجموعهم 180 درجة، معناته الزاوية س زائد ال 120 بده يساوي 180 درجة. الآن ال 120 قلها للطرف الأيسر بنشطبها من الطرف الأيمن، صح ولا لا؟ إذا معناته حيصير بدل ما هي موجبة حتصير سالب 120، وبكل سهولة 180 ناقص 120 حتقول لي 60 درجة. تطبيقات سهلة ومباشرة وفيش فيها أي مشاكل. نشاط 9 صفحة 77، اتأمل الشكل المجاور ثم أجد قياس كل من الزوايا. بقول لي زاوية 1 يساوي 75 درجة، الزاوية هذه 75 درجة، والمستقيم لام 2 يوازي المستقيم لام 3، كويس. طيب زاوية 1 تساوي زاوية 6، زاوية 1 تساوي زاوية 6 لأنهما متناظرتان، لأنهما متناظرتان، واتفقنا الزاويتين المتناظرتين في اتجاه واحد من القاطع، ولكن إحداهما داخل الخطين والأخرى خارج الخطين، يعني 6 داخل الخطين المتوازيين والأخرى خارج الخطين المتوازيين، لذلك حتستنتج أن قياس زاوية 6 75 درجة، تمام. الآن حنجمع قياس زاوية 4 زائد قياس زاوية 6، طب ما فيش أي مشكلة. قياس زاوية 4 زائد قياس زاوية 6 رقم بده يساوي، بده يساوي 180 درجة، بده يساوي 180 درجة. ليش؟ لأنهما متحالفتان. كيف عرفت؟ في عندي خطين متوازيين وفي عندي قاطع لهما، الزاويتين موجودين داخل الخطين المتوازيين وفي نفس الاتجاه لهذا القاطع، إذا لازم يكون مجموعهم كم؟ 180. طيب الآن كيف بدي أعرف قياس زاوية 4؟ احنا بنعرف انه زاوية 4 مجهولة زائد زاوية 6 75،
صح ولا لا؟ إذا هذا الكلام كله بده يساوي 180. انقل ال 75 على الطرف الثاني، معناته زاوية 4 حتساوي 180 ناقص 75، النتيجة 105 درجات. إذا 105 درجات. إن شاء الله يكون واضح وما فيش فيه أي مشكلة. الآن بحكي لي أتعلم. إذا قطع مستقيم مستقيمين وتساوت زاوية متناظرة يكون المستقيمان متوازيان، يعني عند توفر زاويتين متناظرة متساويتين معناته في عندي خطين متوازيين. زي كيف؟ زي هذا الشكل بالضبط. طلع لما أنا بعطيك زي هيك شكل، تمام؟ ما تيجيش تقول لي مبين في الرسم، ما فيش حاجة اسمها مبين في الرسم. الرياضيات عبارة عن إثباتات وبراهين. أديتك المستقيم لام واحد والمستقيم لام تنين، وكان في عندي أنا خط قاطع لهما، وأديتك الزاوية واحد تساوي الزاوية اتنين وبنفس الاتجاه لهذا القاطع. هتقول لي الشروط، بما أنه في عندي زاوية داخل الخطين، تمام، والزاوية أخرى خارج الخطين وكلاهما في اتجاه واحد لهذا القاطع، وأعطيتك معطى إنه زاوية واحد تساوي زاوية اتنين، معناته هتقول لي مباشرة معناته المستقيم لام واحد لازم يوازي المستقيم لام اتنين، تمام. إذا قطع مستقيم مستقيمين وتساوت زاويتان متبادلتان يكون المستقيمان متوازيين، يعني لما انا باجي بعطيك معطيات زي هيك بقول لك زاوية 2 وزاوية 1 بيساووا بعض، تمام؟ كيف حتستنتج انه المستقيم لام 1 يوازي المستقيم لام 2؟ هتقول لي بسيطة، بما انه في عندي قاطع وكل زاوية بجهة مختلفة من هذا القاطع والزاويتين داخل الخطين، تمام، واعطيتك الشرط انه الزاوية واحد تساوي الزاوية اتنين، معناته المستقيمين مالهم بدهم يكونوا متوازيين. ايضا لو اعطيتك زاوية واحد زائد زاوية اتنين زائد زاوية اتنين، هذا الكلام بده يساوي 180 درجة، معناته هتستنتج المستقيم لام واحد يوازي المستقيم لام اتنين. أمور بسيطة بس شوية تركيز. لاحظ معايا نشاط 11 صفحة 78 في الشكل المجاور زاوية 1 78 درجة وزاوية 2 102 درجة، بين أن المستقيم ميم 1 يوازي ميم 2، ما فيش أي مشكلة. لاحظ بحكي لي زاوية 2 تساوي زاوية 3 وكل منهما 102 درجة، لماذا؟ لأنهم متقابلتان بالرأس. هذا الكلام أخذناه سابقا، لأنهما متقابلتان بالرأس، واتفقنا الزاويتان متقابلتان بالرأس متساويتان. طيب بحكي لي الزاوية 3 زائد زاوية 1 أكم بده يساوي؟ بده يساوي 180. طب إيش عرفني؟ وهما زاويتان متحالفتان. طيب تمام، كيف أنا عرفت أني كتبت 180؟ لأنه بكل سهولة هقول لك بدي أجمع الزاوية واحد مع الزاوية ثلاثة. طب مش الزاوية ثلاثة طلعناها 102 زائد الزاوية واحد 78، اجمع لي اياهم مع بعض 180، بما انه طلع مجموعهم 180 فهما زاويتان متحالفتان، لذلك حيكون المستقيم ميم واحد يوازي ميم اتنين. معناته لو زاوية واحد زائد زاوية ثلاثة كانت ايش النتيجة؟ 180. معناته هدول المستقيمين ايش مالهم؟ غير متوازيين، لازم النتيجة تكون 180 علشان أحكم عليهم إنه هم مالهم مستقيمان متوازيان. إن شاء الله هذه النقطة تكون واضحة. نشاط 12 صفحة 78، اتأمل الشكل المجاور ثم بين أن الشكل كاف لام ميم نون هو شبه منحرف. ما فيش أي مشكلة، لاحظ الزاوية كاف لام نون، كاف لام نون هاي شايفها تساوي الزاوية لام نون ميم، وكل منهما بيساوي 49 درجة، معناته هما زاويتان متبادلتان، تمام، هما زاويتان متبادلتان. طب معناته لما يكون في عندي زاويتين متبادلتين، تمام، وبكون في عندي زاويتين متساويتين،
إذا معناته حيكون في عندي مستقيمين متوازيين، معناته المستقيمان كاف لام ونون ميم اتفقنا بدهم يكونوا متوازيان. بما انه متوازيان اذا الشكل كاف لام ميم نون هو شبه منحرف. احنا اتفقنا عندما يكون في عندي زاويتين متبادلتين متساويتين معناته في عندي خطين متوازيين، وبما انه في عندي خطين متوازيين اذا هذا الشكل بده يكون عندي شبه منحرف. اتمنى هذا الكلام يكون واضح وما فيش في اي مشكلة. ان شاء الله في الفيديو القادم حنحل تمارين ومسائل الكتاب المدرسي. اتمنى تشتركوا في القناة. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.